ترتفع حماوة المعركة في دائرة زحلة مع اقتراب الموعد المنتظر، والصورة اتضحت في بعض أجزائها ولا تزال غامضة في الأجزاء الأخرى. ومع استكمال التحضيرات على مختلف الصعد، تبقى العيون شاخصة إلى زحلة كما إلى كل لبنان في السادس من أيار، وما ستفصح عنه صناديق الاقتراع. نستضيف في القسم الأول من حلقتنا اليوم المرشحة عن المقعد الأرمني في دائرة زحلة على لائحة تيار المستقبل، الصيدلانية ماري جان بيليزيكشيان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. مع ماري جان نستعرض عن تجربتها في العمل الاجتماعي وسبب ترشحها للانتخابات، إضافة إلى رؤيتها لواقع المرأة في البقاع وفي لبنان عموما، وواقع الشباب وأهمية مشاركتهم في العمل السياسي. أيام قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الذي بدأت مرحلته الثانية مع اقتراع الموظفين اليوم، فهل بدأت الصورة تتشكل بالنسبة للنتائج أم أن المعطيات لا تزال في حالة غليان وعدم وضوح؟ ما هو تقييم المراحل التي تمت حتى الآن؟ وماذا يمكننا أن نتوقع في الأيام المقبلة؟ آخر المعطيات بالأرقام نستعرضها بعد قليل مع مسؤولة الأعلام في الدولية للمعلومات غيدة مرجي فقيه. أما الآن فنلقي نظرة على آخر تطورات المعركة سياسيا في زحلة والأهمية التي تكتسبها مع توضح الاتجاهات لدى معظم الأطراف، إضافة إلى تفاعل الناخب في هذه الدائرة مع الخطابات والسجلات الانتخابية. ونستضيف في هذا المحور مدير مركز البقاع للتوثيق والإعلام الصحفي محمود شكر. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود المرة الثانية ضيفنا. إنما البداية مع تقرير يعرفنا أكثر بالمرشحة عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في دائرة البقاع الأولى زحلة ماري جان بيليزيكشيان. أعداد مها حطيت، مونتاج براء شريطح. ابنة مدينة زحلة، الموسيقية والحائزة على عدة ميداليات رياضية، درست في المدرسة اليسوعية ثم حازت على شهادة الصيدلة من الجامعة اللبنانية الأمريكية جبيل. من التحديات اللي واجهتها أنه أنا صغيرة مقارنة للباقيين وما عندي الباكراوند السياسي، بس هيدا ما بيمنعني أنه أنا أتعلم واشتغل عليه لحتى أقدم اللي فيه أقدم. ناشطة اجتماعية وصحية وسياسية، شاركت في مؤتمرات لبنانية ودولية تختص بالمرأة، وهي عضو في جمعية نساء رائدات. حلمي انه ما يجي شيء يوقفني، بس لبنان كلهم بيقولوا عنه انه هو بده كتير شغل، بس انا مقلني انه لبنان مثل ما هو منيح، بده تحسين بس. مرشحة عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في زحلة تقول إن هدفها هو إيصال صوت الشباب الزحلوي إلى المجلس النيابي، داعية الشباب إلى الانخراط بالعملية السياسية ولعب دور أساسي وتحفيزي لإيصال صوت يخاطب فكر وعقل الشباب للندوة البرلمانية. ست ماري جان، أهلا وسهلا فيك بحلقتنا لليوم. قبل كم يوم بس من الانتخابات النيابية، مثل ما بنعرف أنت ما خط العمل السياسي من قبل، انحصر نشاطك بمجالك المهني والجمعيات النسائية. ليش اليوم قررت تخوضي الانتخابات النيابية وليش زحلة للكل؟ مساء الخير. أو بداية بحب لكم أنه أنا جاي اليوم من زحلة حاملة رسالة سلام من أهل بقاع لكل المشاهدين لتلفزيون المستقبل ولكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وبقولكم ينعاد عليكم بيوم الصحافة، يوم الصحافة اللي بدي وجه تحية فيه لكل الصحفيين وللأقلام الحرة، وبدي خص الصحفيين الشجعان اللي استشهدوا من أجل لبنان. بدي أكد بهنهار على حرية الصحافة، حرية السلطة الرابعة. يا أهلا، مرسي لك، مرسي كتير لهيدي اللفتة من حضرتك. منرجع لموضوع ترشحك، أنت ما خطت العمل السياسي من قبل، اليوم ليه قررتي تترشحي؟ لقيت في فرصة ضمن هذا القانون الانتخابي أنه أقدر أنا أخدم منطقتي وكون عم يعني كون النايب عنده ثلاث وظائف، الأول تشريع، الثاني سلطة رقابة على مجلس الوزراء، والثالثة اللي هي خدماتي. لقيت أنه بالأجزاء الثلاثة أنا حابة أني أعمل فرق للبقاع للبنان، وإن شاء الله من خلال مجلس النيابي يكون قد هالفرق إن شاء الله. وليش اليوم على زحلة للكل؟ زحلة للكل هي لائحة بتعبر عن التنوع الموجود بالبقاع وبلبنان،
وأنا جزء من هذا التنوع وإن شاء الله يكون الحظ حليفنا بأعداد كبيرة من المقاعد. أكيد. قلتي بحديث سابق أن وفاة جدك سنة 2014 كانت نقطة مهمة انطلقتي منها للاهتمام بالشأن العام. شو هيدي القصة؟ شو تأثيرها عليك؟ المشاهدين ما بيعرفوها. هيدي قصة خاصة كتير، بس الإنسان هو ابن بيئته وابن مجتمع، وانا بنت بيت ارمني زحلاوي، والتجربه اللي خضتها خلال وفاه جدي علمتني انه رسميل الوحيد للانسان هو محبه الناس له ومصداقيته مع الناس. ومن هون انطلقت الفكره وترسخت بذهني انه انا حابه اكون بخدمه الناس. طيب لحتى تحققي هيدا الشيء خضعتي لدورات تدريبيه وورشات عمل كثير واشتغلتي مع عده جمعيات نسائيه، شو بتحكي لنا عن هيدي التجربه وشو غيرت بماري جان؟ هي تجربه حلوه كثير، هي كانت بدايه وان شاء الله تكمل لفتره من الزمن. تعاطي مع الناس البقاعيه، تعاطي مع الناس بالاجمال، تعاطي جميل جدا. البقاع غني كثير، البقاع غني بالعطاء، وانا كثير مشجع ان يكون عم بعطي لهالناس لانه نحن بحاجه فوق، في اهمال جدا للبقاع، لازم يكون في لفته اكبر للبقاع. حتشتغلي عليها طبعا ان شاء الله مع وصولك للبرلمان، مثل ما شفنا يعني على امتداد لبنان كله عنصر النسائي، العنصر الشاب كان على لوائح المستقبل، انت بتجمعي الاثنين سوا، سيدة ولازلت شابة، اليوم شو بيقدم وصول ناس مثل ماري جان لمجلس النواب؟ عنصر الشباب هو عنصر الأساس هلأ، هو العنصر اللي من خلاله رح يكون في تطور للمجتمع واللي يكون صخرة البداية للمستقبل اللي جاي. كيف فيني أقولك أنه رح يكون فرق؟ عنصر الشباب هو عنصر فيه طاقة، هو دينامو، هو عنصر فيه الرغبة بالتغيير والتقدم والابتكار. أما عنصر النساء، نحن أربع الموجودين هلأ بالمجلس النيابي هني أربع ستات، وهذا الرقم قليل كتير بالنسبة ل 128 نايب، كون أنه المرأة بتشكل أكثر من نص المجتمع. صحيح. مش هيك نحن عم نسعى أنه المرأة يكون عندها صوت، يوصل صوتها للمجلس، لأنه هي فاعلة وقادرة أنها تربي وتكون ضمن العائلة وتهتم بعائلتها، بس كمان هي عندها جانب مهني كمان عم بتمارسه حاليا، وسياسة بالبرلمان. نعم. بتعولي اليوم على العنصر النسائي يصوت لك أكتر؟ أنا بركز على كل عناصر المجتمع. هلأ كون إذا بنجاحنا ونجاحي خاص بالمجتمع وبالمجلس النيابي، نعم، بنكون عم نكتب التاريخ، لانه لاول مره من البقاع بيكون في مراه بالمجلس النيابي من البقاع. فاكيد انا بشجع الستات انها تكون محمسه لحتى تصوت، بس كمان دور الرجال ما حدا بيقدر ينكره ودور الشباب عامه، فانا بطلب من الكل انه يتشجع ويجي نهار الاحد ويصوت. انت مع كوتا نسائيه؟ طبعا عم نحكي هون عن المراه، هل انت مع كوتا نسائيه او انه الامور تكون مثل ما الناخب بحب يوصل؟ انا مع انه المراه ينسمح لها وينفسح لها المجال انها تعبر عن رايها وعن موقعها، وتقدر يكون عندها المنبر الملائم لكفاءتها. من خلال جولاتك على الارض شفناك بالجولات يلي قام فيها الرئيس سعد الحريري، اللي قام فيها الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري، شفنا يعني العالم كثير بتحبك، كثير قريبه من الناس، وانا بحبك يعني كمان. هيدا الشيء لمسني على الارض. اليوم انت شو بتقولي لهدول الناس؟ انا بقول لهم انه هن الاساس، هن الاساس لكل شيء، واذا في عندي شيء رغبه لحتى اني اتقدم هو كرمال هالناس. أكيد وصولك للبرلمان بيساعد لحتى تحقيق أهداف هيدول العالم. وهلأ هن الدور بإيدهم، هن يوصلوني على البرلمان. حسيتي في حماس بين الناس لخوض هيدي الانتخابات بظل هيدا القانون؟ أكيد أكيد الحماس موجود، لأنه بدون ما ننسى أنه 9 سنين قطعوا بدون انتخابات، وفي جيل مثل ما هو ما انتخب ولا مرة ومحمس كتير لحتى يخوض الانتخابات، فأكيد رح نشوف نسبة اقتراع عالية إن شاء الله. كيف بتشوف القانون الجديد؟ هل هو بيفتح المجال للوصول للمرأة؟ يعني بيعطيها فرصة أكبر للوصول برأيك اليوم؟
القانون النسبي بيفسح المجال لحتى المرأة تخوض هالمعترك السياسي اللي هو عادة بيقولوا عنه ميدان الرجال، بس هذا القانون بتصور لازم نرجع نشتغل عليه بعد الانتخابات لأنه بده تحسين بمكان ما. هيدي وجهة نظر معظم المرشحين على كل حال. اليوم كيف بتوصفي وضع المرأة بالبقاع وبالحياة السياسية؟ حياة سياسية قلت أنه مش كافي وجود 4 نساء فقط بالبرلمان، ولكن المرأة بشكل عام بلبنان ناشطة. اليوم كيف بتقيمي وضع المرأة في البقاع؟ المرأة يعني قد ما احكي عنها هي ام واخت وبنت، وهي الاساس يعني، مع الاحترام والحفاظ على دور الرجل، بس المرأة دورها شامل متكامل، وهي عنصر سلام يعني. بس نحكي سلام، نحكي مرأة. المرأة بالبقاع مرأة كفؤة وقوية ومثقفة ومجتهدة وعاملة وبتواجه المشاكل بعزم وحنان. وشو بدي خبرك، المرأة بالبقاع نقاط ضعفة هي نقاط قوة طبيعي. أكيد. طيب اليوم كيف بتوصفي علاقتك بمختلف الأطراف وعلاقتك مع الأرمن بزحلة؟ أنا بنت بيئتي، بالنهاية ما حدا بيقدر يزيدني على أرمنيتي، على علاقة كتير منيحة مع كل الأحزاب، واكيد هن بيفتخروا انه يكون عندهم مرأة مرشحة أرمنية بالبقاع. لمستي هيدا الشيء من خلال لقاءاتك فيهم؟ اكيد اكيد. اليوم كيف بتقنعي الناخب باختيارك؟ اليوم في مثل ما بنعرف صوت تفضيلي، اليوم شو بتقولي للي بدهم الناخبين بهيدي الدايرة لحتى ينتخبوا ماريجان؟ قل لهم انه انا وحدة منهم وبشبههم، ولانه بيهمني انه عنصر الشباب يكون له صوت وعنصر النساء يكون له صوت كمان بالمجلس، انا ما رح استسلم لو مهما كانت الصعوبات بوجهي، مش كرمالي بس كرمالهم هني. واذا نجحت لالهم، واذا فشلت ما رح برر، بس الاكيد انه هاي المعركه معركتنا وانا ما رح استسلم بسهوله. وعلى مين متكله بالاصوات التفضيليه؟ على الكل يعني، مثل ما حكينا على العنصر النسائي لحاله كانت اجابتك انه اكيد لا، مع انه بتشجعي انه النساء يشجعوك، على الارمن او على جميع الناخبين بهيدي الدائره؟ ست مها، لبنان هو تنوع ومتنوع مثل ما هي ليحتنا متنوعه. انا متكله على الكل لانه بالنهايه انا زي صلت وكنت نائب بالبرلمان اللبناني، انا رح مثل الكل، اكيد انا متكله على كل صوت. على كل حال قبل ما نحكي عن مشروعك الانتخابي يلي على اساسه كمان الناخب بالبقاع بهيدي الدايره بده يصوت لك، خلينا نتوقف مع تقرير عن دايره البقاع الاولى زحله. عام 2009 قلبت زحل المعادلات الانتخابية وأعطت أصواتها لقوى 14 من أذار التي فازت بالمقاعد النيابية 7 بأكملها، وتوزعت كالتالي: توني أبو خاطر، نقولة فتوش، جوزيف المعلوف، إلي ماروني، شان جانجانيان، عاصم عراجي، وعقاب صقر. وبلغ عدد الناخبين يومها حوالي 158 ألف ناخب، وعدد المقترعين حوالي 88 ألف مقترع، أي أن نسبة الاقتراع وصلت إلى 56%. عام 2018 ارتفع عدد الناخبين ليصبح حوالي 174 ألف ناخب سيقترعون ل 32 مرشح، كي يفوز منهم 7 بالمقاعد النيابية الموزعة على الشكل التالي: 2 كاثوليك، مقعد لأرمن الأرثوذكس، مقعد للروم الأرثوذكس، مقعد للموارنة، مقعد للشيعة، ومقعد للسنة. معركة قاسية ستشهدها هذه الدائرة تتركز على من سيحصل على الصوت التفضيلي بين اللوائح الخمس المتنافسة وحتى بين أعضاء اللائحة الواحدة. يعني غير اللي قالته مها حطيت زميلتنا بالتقرير، معركة على الصوت التفضيلي ومعركة بالقانون الجديد، بس لنعترف انه زحلة ولا مرة ما كان فيها معركة ساخنة، ولا مرة من قال عن زحلة بولا انتخابات، على الأقل اللي أنا بذكرهم ما كانت أم المعارك. اليوم بعد في يومين أستاذ محمود أنت في قلب البقاع تتابع من سنوات، بلشت تسخن المعركة مظبوط بزحلة، صارت الأجواء حامية؟ يعني تحصيل حاصل بدأت حامية جدا، واليوم يعني بدأنا نتحدث عن بعض الدلالات التي تظهر للعلن عليها. أستطيع القول معك وللمشاهدين إلى أنه بعض النتائج يعني موضوعيا أستطيع القول فيها: عاصم حراجي هو نائب تحصيل حاصل،
يعني أصبح دخل إلى السدة البرلمانية إذا صح التعبير، لأن الكم الأكبر من الأصوات هو عن تيار المستقبل. نتحدث عن 27 إلى أشوف أنا وياك على نعم. كل خلينا نشوف أنا وياك عدد الناخبين، كمان ببين قد في تنوع طائفي دائما بنحكي عنه داخل يعني عندنا سنة شيعة أرثوذكس أرمن أرثوذكس إنجليين كاثوليك موارنة أقليات وأرمن كاثوليك، يعني يمكن الدائرة فيها كل هذا التنوع هو الذي يفرض التنوع هو الذي يفرض عليها هذه المعركة. وأنت إذا رأيت خلال الأيام الماضية يعني هنالك 4 خطابات داخل هذه المعركة، امبارح بالأمس يعني رئيس حزب الكتائب سامي جميل في زحلة، قبله سمير جعجع كان في خطاب، سماحة الأمين العام لحزب الله قبله ب3 أيام كان في زحلة، وتحصيل حاصل في القضاء ما بين البقاعين الغربي والأوسط لدولة الرئيس سعد الحريري، مما يدلل على هذا الاهتمام من الصف الأول لهذه المدينة ولمعطياتها وللنتائج التي ستفرزها. عاصمة المعارك ستكون برأيك؟ تاريخيا قديما في كما في برنامج في تقرير للزميلة 2009 هي أعطت تقدم ل 14 أذار، اليوم القانون النسبي يعني هو سيعطي الأحقية لفرز هذه القوى على ما هي عليه في المدينة، وسيعطي حرية الحركة لكل هذه القوى، ولكن كما أشرت معك الثقل الأكبر هو عند تيار المستقبل، يأتي في الدرجة الثانية عند حزب الله ولائحة الوزير فتوش، في الدرجة الثالثة أيضا عند القوات اللبنانية وتحالف الكتائب اللبنانية، في الدرجة الرابعة مريم سكيف والكتلة الشعبية، في الدرجة الخامسة عندنا المجتمع المدني الذي هو في لائحة شبه مكتملة. وعليه طبعا للأرقام ومجريات المعركة ولحساسيتها على الأرض يعني أستطيع القول أنها ستكون من أصعب المعارك، وأيضا بدأت بعض العلامات تظهر للنتائج. وأيضا الشيء بالشيء يذكر، وما دمنا نحن نتحدث عن عملية المراقبة التي تحصل في لبنان وتحصل في زحلة، منذ حوالي 3 ساعات نفذت شعبة المعلومات وتحديدا المكتب الفني والقوة، هذا خبر هلأ خبر صحيح، المكتب الفني والقوة الضاربة إلى مدينة زحلة وإلى محيط مدينة زحلة عملية أمنية، ألقت التوقيف إذا صح التعبير على مفتاح انتخابي لأحد اللوائح، تم نقله مباشرة إلى العاصمة بيروت، وبحسب شو كان عم يعمل ضبطة يفعله ضبطة يشتري أصوات وبحوزته كم كبير من الأموال. هذه المسألة هون أنا أريد أن أتوقف عليها بغض النظر إلى أي جهة ينتمي لها، مدلولات مهمة جدا لأنها طبيعي تأتي يعني كل ما تسخن المعركة نسمع عن وتأتي قبل 3 أيام من المعركة، وأهميتها بالنتائج الإيجابية، إذا لأنه من المصادر الأمنية التي حصلنا عليها من كافة الأجهزة يظهر أن هنالك قرار أمني صلب بمتابعة من يريد أن يفسد العملية الانتخابية بشراء الأصوات. هذه العملية هي الأولى، وبحسب طبعا هون بدي أزيد عليك أيضا المواطن مسؤول أيضا المواطن يبلغ لما بيصير هذا، لأنه نحن كمان شركاء في حماية هذه العملية ومزاهتها تعنينا بالنتيجة، بالآخر هؤلاء يمثلون ونحن معنيين بهذه الانتخابات ومعنيين بالتالي بنزاهتها. وبالضبط أعود إلى مسألة الشراء، يعني ليس عندي كل الأطراف يعني المتابعة الإعلامية في لبنان تعرف أنه في دائرة زحل هناك كم كبير من الأموال ستدفع، وهذه قاعدة متعارف عليها في الانتخابات الماضية عند بعض القوى، وعليه جاء هذا التوقيف بمثابة حائط، يعني حتى أن الأشخاص الناس كلها اللي عم تقول أو المرشحين أن سنشتري من نشتري كم كبير من الأصوات، أعتقد أن هذا العملية هي مفتاح ومدخل للدخول إلى خوض معركة انتخابية ديمقراطية سليمة على قاعدة الخطابات وقاعدة الأهداف التي ترجيها كل الأفرقاء والتي تقنع الشارع البقاعي وتقنع على كل ارتفعت وتيرة التجيش السياسي بزحلة، يعني غالبا هذا الأمر ما يحصل، إنما هالمرة كمان بشكل لافت تجيش، بس هون التجيش يعني هو أتى من كل الأطراف، ولكن أنا أتأسف أن يأتي في بعض الأحيان تجيش وربطه بالقضية الإقليمية، يعني نحن نتحدث عن اقتراع في مدينة زحلة يرتبط بمحاربة داعش في المنطقة، ثم بعد ذلك يعني ربطنا ما يجري داخل المدينة بما يجري إقليميا من العراق إلى سوريا إلى اليمن ودوريا، وهذه مسألة أنا أعتقد أنه لم يعني المدينة هي خارجة عن هذا النقاش.
بطبيعة الحال. بس قبل أنا بدي قبل ما يعني ننسى نحكي عن الموضوع، أنا بيهمني أعرف رأيك ومتابعتك لموضوع اقتراع المغتربين. المغتربين اللبنانيين اقترعوا للمرة الأولى في أصقاع العالم على يومين، واليوم عندنا المرحلة الثانية من الانتخابات، اقتراع الموظفين يلي كمان بنرجع هون بنشدد على أهمية أن يشمل الصحفيين اللي بيتابعوا هذه المعركة في هذه الانتخابات بالمرة المقبلة إن شاء الله. كيف شفت هذه الانتخابات بمرحلتين، الاقتراب والموظفين؟ بداية الموظفين هي مسألة مهمة لأنها تعكس عملية التعاطي مع القانون الجديد وخاصة النسبي. يعني أنا قبل الدخول معك إلى الاستديو كان تقريبا في دائرة زحلي يلامس 70%، وهذه مسألة كثير مهمة. نتحدث عن 600 تعكس، هيدا مهم جدا قدي تعكس، وأيضا تعكس صار في خلاف يعني بسيط داخل السرايا، وهذه المسألة تعكس حماوة الخلاف ما بين الفرقاء. هذه أول مسألة. المسألة الثانية بالانتخابات التي جرت في المناطق وخاصة في الدول العربية وفي كندا وفي كذا، أصبحت يعني باليومين الماضيين كانت مادة إعلامية إعلانية للمعركة للمواطنين الذين صوتوا، إن كان الذي هم يرونه يعني الخط الذي يرونه، وبعثوا برسائل، منها ما هي رسائل كانت مسجلة على الهواتف، منها ما هي رسائل منها على فيسبوك، مما يعني أنه يعني هذا الذي جرى خاصة في الدول العربية وفي بعض الدول الأوروبية وأمريكا له دلالات جيدة بقضية الانتخاب. وبعض الأطراف إن كان في البقاع الغربي، لأنه الثقل الأكبر في البقاع الغربي، كانت تعول على نتائج ما، ولكن أنا لا أستطيع أن أقول تبعا أنه لمن كانت الأفضلية، لأنه كل فريق إلى نفسه بيقول لك أنه أنا صوتوا لي أكثر. أنا هذه المسألة لا أستطيع أن أدخل فيها، وهذه المسألة لن يحسمها بالأخير، لن يحسمها إلا زحلة عاصمة الكثكة، نعم. معروفة بلبنان أنها عاصمة الكثكة، طبعا عدد كبير للروم الملكيين الكاثوليك بهذه الدائرة، إنما اللي عم نشوفه أنه كل المقاعد عليها المعركة ساخنة، يعني مش بس المقعد المقعدين الكاثوليكيين المعركة عليهم، عندنا مقعدين للكاثوليك، مقعد للأرثوذكس، مقعد للسني، مقعد للمروني، مقعد شيعي ومقعد للأرمن الأرثوذكس اللي مرشح عليه أيضا ضيفتنا. بس يبدو أنه المعركة على كل المقاعد، وين أنت بتحس أكثر شيء ساخن على أي مقاعد؟ نعم، أنا كما أشرت في بداية معك أنه السني خرج من التداول، لأنه الأرقام الأكبر بالصوت التفضيلي ستذهب له. هنالك قرار يعني خلال 24 ساعة سيصدر عن بحسب متابعتنا عن قيادة تيار المستقبل، وهذا القرار شخصيا يعني سيكون عن رئيس التيار الشيخ سعد الحريري، لمن سيعطي الصوت التفضيلي عندنا بماري جون برزكجيان محافظ القاب ونزار دلول. هذا الجزء. الجزء الثاني الروم الكاثوليك، المعركة الأساسية في الروم الكاثوليك، لماذا؟ لرمزية المدينة، أنها في منطقة الشرق الأوسط، هذه العاصمة، هي أم الكنائس في هذه، وهي التجمع الأكبر للكاثوليك في منطقة الشرق الأوسط. لذلك نذهب إلى هذه الرمزية وداخل المدينة، يعني نتحدث عن رمزية كاثوليكية داخل المدينة. اليوم الطائل كيف عم يلعب مباشرة على الأرض وبالأرقام؟ الوزير فتوش عنده شئنا أم أبينا كم هائل وكبير من حزب الله عم يدعموا له هذه اللائحة. طيب هون أنا بدي أروح معك على موضوع، ليش هذا الحضور للثنائي الشيعي هلقد حتى في زحلة؟ يعني نحن ملاحظين هذا التركيز في كل البقاع، إنما تحديدا الثنائي الشيعي أيضا يركز على زحلة، وهل بيت الناخب الزحلوي واعي لهذه المسألة؟ التركيز يأتي من عدة أسباب. السبب الأول أنه لأول مرة يدخل الشيعة بتمثيل النيابي إلى الكتلة من باب مدينة زحلة، هذه أول قضية. القضية الثانية كانت الأهم، أن هذا المقعد كان للنائب عقاب صقر في المرة الماضية، وله مدلولاته السياسية بالمفهوم السياسي والمفهوم يعني هذا الجو الاستراتيجي الذي جرى في يعني في لبنان، وكان في النائب عقاب صقر من مدينة زحلة عن المقعد الشيء. المسألة الثالثة وأيضا وهي الأهم، يريد حزب الله من خلال هذا الدخول إلى مدينة زحلة عملية التطعيم بالمزهر اللبنانية، مزهرية اللبنانية، أنه يهمه أن يكون شيعيا في مدينة زحلة على لائحة يعني إلى هذا الخليط اللبناني، وليست كاملة متكاملة شيعية أم سنية أم درزية. من هنا يأتي هذا الفسيفساء الطائفي إذا صح التعبير، يدفع الحزب بهذه القضية. والأهم من ذلك كله لنكن واعين، هو يذهب إلى العملية متسلحا
نحن عم نتحدث ب 18500 صوت هن اللي بيقترعوا، في 3 الى 4000 صوت سيكون خارج من المعادلة ما بين النزار دلول وما بين يعني الدكتور نزار دلول وما بين مجموعة من المرشحين. الثقل الأكبر سيبقى لمرشحهم أنور جمعة، ولكن هنالك مشكلة أساسية. سنذهب نهار الانتخابات لنعرف إذا كانت الاستراتيجية الأساسية عند الحزب ستذهب إلى أنور جمعة صباحا أم ستذهب بعد الصوت التفضيلي إلى نقولة فتوش. وعليه نتائج هذه المعركة ليس كما يخيل للبعض أنها ستكون قبل يوم أو يومين، هي ستكون دراماتيكية خلال إجراء اليوم حتى الفرز، حتى الفرز وخلال إجراء في اليوم، لأنه حسب ما علمت أنا هنالك عدة سيناريوهات من عدة قوى معينة. إذا المستقبل ذهب إلى التصويت بالصوت التفضيلي لفلان سيكون الحزب ردة فعله إلى فلان طبعاً. إذا كان فلان هذا معاكس نفرق. على كل أستاذ محمود أنا بدي أشكرك على حضورك، شرفتنا بالبرنامج. طبعاً سيكون لنا معك لقاءات أخرى خصوص يوم الانتخابات. بس ما في بعد أساسي هاي حبيت أنا فيها زيارة الشيخ سعد الحريري إلى منطقة. على كل كان لك كان لك حضور، نحن تابعناك خلال متابعتك لهذه الزيارة. أنا رح أسأل ضيفتنا مدام ماريجان. مدام ماريجان بدنا نسألك كيف شفت زيارة الرئيس سعد الحريري الأخيرة للبقاع، هذا الاستقبال الحاشد برأيك عكس توجهات الشارع الزحلاوي؟ شفتها هيك كانت مفعمة بالحيوية وبالحماس وبرهنت عن مدى محبة أهل البقاع لدولة الرئيس الشيخ سعد الحريري. على كل إن أيضا هذا أمر لمسناه بكل جولاته، بكل جولات الرئيس الحريري بكل المناطق. صحيح. أتفضل. اليوم هل بتدعي اليوم الناخبين يكونوا بذات الحماس أو بتتوقع يكونوا بذات الحماس يوم الانتخابات مثل ما استقبلوا الرئيس سعد الحريري؟ أكيد. أنا لاحظت خلال جولاتنا إنه العالم كتير محمسة وهن عم بيعدوا الدقايق والثواني قبلنا ليشوفوا أي متى حيجي نهار الأحد. والتنظيم اللي عم بيصير كرمال نهار الأحد عم بيكون كتير مكثف. برجع بعيد إنه 9 سنين ما كان في عنا انتخابات، بقى هلأ نحنا عارفين إنه عنا نهار رح نركز عليه، نهار رح يحدد مصير لبنان والاستحقاق نكون إن شاء الله من الفايزين المميزين فيه. اليوم بشو بتوعدي الناخب الزحلاوي؟ بعده في حال وصولك للبرلمان طبعا. الناخب البقاع الزحلاوي المواطن اللبناني بعده انه كون صادقه معه. كون صادقه معه لانه انا رح كون صوته بالمجلس ورح اعمل قد ما فيي واشتغل واتعب وادرس وحاسب واتحاسب على كل خطوة عم بعملها، لأنه بالنهاية أنا ما بمثل حالي فقط، أنا عم مثل المجتمع بكامله، وإن شاء الله أكون مميزة بهالتمثيل. أكيد. نحن منتابع بعد أول فاصل إعلاني بحلقتنا برنامجك الانتخابي وشو بتوعدي أهالي المنطقة فوق. فاصل إعلاني ومنتابع. التغييرات بهذه الانتخابات النيابية العازل الانتخابي داخل قلم الاقتراع، كيف أصبح هذا العازل في هذا التقرير؟ العازل وفق قانون الانتخاب الجديد استعمال العازل أو المعزل كما ورد في المادة 95 من القانون إجباري، يطلب إلى الناخب التوجه إلزاميا إلى وراء المعزل، وبالتالي أي خلل في هذا الاتجاه قد يصيب العملية الانتخابية بالطعن. لم يرد في نص قانون الانتخاب شكل العازل، إلا أن الهيئة المنظمة للانتخابات لفتت إلى أن العازل سيكون نصفيا،
علما أن هذا الشكل معتمد في كثير من الدول المتقدمة، وقد جار لبنان هذا النمط، ففي أمريكا مثلا يعتمد هذا الشكل من العازل، ويسمح هذا النوع من العوازل بإظهار وجه الناخب أمام هيئة القلم بشكل واضح، ولا يمكنه الغش أو التزوير، والأهم أنه لا يمكن كشف الجهة التي منحها صوته. ست ماري جان، كيف بتشوف العازل اليوم؟ هل هو برأيك بأمن الشفافية ونزاهة الانتخابات أكثر من اللي كان يصير قبل؟ هذا العازل مثل هالقانون جديد، فأكيد أضافوا لقصص تقنية وجديدة، ومنتمنى كمان نشوف إيجابياته بعد الانتخابات. أكيد. نحن بدنا نسألك عن موضوع مشروعك الانتخابي اليوم، شو مشروع الانتخابي لماري جان بلازكشيان بس توصل على البرلمان؟ كوني ضمن كتلة تيار المستقبل، وكون منهج والمشروع اللي عم بيتبعه دولة الرئيس بتيار المستقبل هو مشروع للدولة، مشروع عابر للطوائف. لقيت انه من خلال الاعلان الانتخابي والبرنامج الموجود بهيدا الكتيب والموجود على الويب سايت فينا نطلع عليه، هو بيغطي كافة المجالات اللي نحن عنا نقص فيها واللي معقول نطورها. ولكن هل رح تكوني مناصرة لقضايا معينة؟ نعم. هل حتكوني انت حاملة عناوين معينة بتحب تشتغل عليها من ضمن طبعا هيدا البرنامج الانتخابي الشامل والواسع واللي بيغطي كل فئات المجتمع اللبناني وكل قطاعاته؟ اكيد اكيد عندي عنوانين اساسيين، هن صوت الشباب ودورهم بالمجتمع وصوت المرأة ودورها. لأنه دولة الرئيس عطانا الثقة بترشيح نساء على لوائحه بلبنان، وأكيد نحن بدنا نشتغل لحتى نوصل هيدا الصوت، وبنفس الشيء كرمال دور الشباب، لأنه هول العنصرين هن بيكملوا بعض وبيشكلوا أساس المجتمع، بالإضافة إلى دعم الرجال اللي نحن ما بنكره بحاجة لإله. أكيد. بدنا نسألك عن موضوع منطقة البقاع الأوسط، يعني بحاجة لكتير أمور من المواضيع، البنى التحتية، موضوع الزراعة، الجامعة اللبنانية، التعليم الرسمي، كل هيدا الواقع كيف ممكن ينشغل عليه؟ ضمن برنامج تيار المستقبل رح يتطرقوا لكل المجالات وكل المواضيع وهن مفصلين، وأكيد من بعد مجيء الرئيس من مؤتمر صدر كمان حضرنا مشاريع كتير للبقاع وللبنان، ونتمنى من خلال هالمشاريع نقدر نحسن منها، إن كان بالنسبة للبطالة، للمشاريع الزراعية، للوضع الاقتصادي عامة، للمشاريع الصحية، للمشاريع التعليمية. رح يكون في تقسيم وتجزيء لهالمواضيع أكيد مع الحفاظ للأولوية، إن كان موضوع الصحة أو التعليم. بموضوع التعليم، شو أهمية دعم التعليم الرسمي بالبقاع والجامعة اللبنانية؟ التعليم بالنسبة لي هو وعي، ما بيوقف بس لتعليم ناخد مادة معينة أو لا، هو وعي، وعي اجتماعي، وعي ثقافي، إن هو التعليم بيعطينا الأساس لحتى نحن نقدر نتطور ويكون عنا سبل الابتكار المفيدة لمجتمع أفضل. أكيد دور المجتمع الجامعة اللبنانية، جامعة اللبنانية موحدة هو نقطة أساسية وأكيد حركز عليها، ومبارح باجتماع قطاع الشباب بتيار المستقبل بالبقاع أصروا عليها، وأكيد أنا حكون مناصرة جدا لهالنقطة. على كل حال بنتمنى لك التوفيق طبعا. شكرا. بس ما فينا نغيب عن واقع موضوع كمان الرعاية الصحية للمواطنين، يعني كونك أنت من اختصاصك قريب للصحة، من يعني من ضمن قطاع الصحة صيدلانية حضرتك، كيف بتشوف غياب الرعاية الصحية للمواطنين من قبل الدولة وشو ممكن ينشغل عليه هذا الموضوع؟ هل رح يكون أيضا من ضمن أولوياتك؟ أكيد الصحة أولوية، وحتى لحتى نشوف ناس عم توقف على أبواب المستشفيات هيدا شيء منه مقبول. نعم. الصحة عامة بلبنان مقسومة اثنين، إن كان المستشفيات الحكومية وإن كان الجمعيات الخاصة أو المستوصفات اللي عم تتلقى أو تعطي العلاج حسب الناس. نحن عم نتمنى عليهم، وخاصة عم نتمنى أنه يكون في تشابك أيادي حتى تكون الرعاية الصحية أولوية عند الناس، لأنه يعني مش مزبوط كمان، مش صحيح ببلد مثل لبنان أنه يكونوا ناس عم بيعانوا لحتى يتلقوا علاج لأي كان
من أمراض مستعصية لأمراض عادية يمكن حسب القدرة المالية. كمان بإطار قدرة المواطن ما فينا كمان نغيب عن موضوع سعر الدواء كونك صيدلانية. كمان قرار نقابة الصيادلة اللي بيمنع الحسومات على أسعار الدواء، كيف برأيك ممكن المواطن يواجه هيدي المشكلة؟ كوني منتسبة لنقابة الصيادلة وبعتبر انه هيدا جسم كامل متكامل بلبنان وعنده أكثر من 8000 عضو، اكيد نحن ملتزمين بقرارات النقابه ورح نشتغل سوا لحتى نشوف شو هي السبل والمشاريع اللي نحن فينا نتبعها لحتى نحافظ على سعر دواء ونكون عم نمنع الخصومات حتى للناس اللي منا قادره تدفع حق الدواء، بس في ظروف خاصه بالنقابه تسمح انه تفرض انه نحن نلتزم بالقوانين تبعها ونسعى انه نطورها من خلال المشاريع. هو عاده يعني القوانين اوقات بتحول دون كثير من هيك حسم بعض الامور بشكل عاطفي مثل ما بعض الناس بتتصور. على كل حال نحن بنكمل الحلقه معك، ولكن بنوقف هلا مع ريبورتاج عن الانتخابات النيابيه يلي ما عن موضوع اللائحه المطبوعه سلفا في هذا التقرير. الورقة المطبوعة سلفا، هذه الورقة تخفف الكثير من نسبة الضغط السياسي على الناخبين، إذ لم يعد متاحا أمام المندوبين الوقوف خارجا أمام أقلام الاقتراع والتسبب بالتدافع والضغط والزحمة كي يصلوا إلى الناخبين ويعطوهم أوراق الاقتراع. كل ناخب سيأخذ الورقة المطبوعة سلفا من هيئة القلم وداخل المركز وسيتجه نحو العازل لينتخب. بشكل عام تعتبر الورقة المطبوعة سلفاً من الأمور الإصلاحية في النظام الانتخابي للدول. مدام غيدة مرجي فقيه، أهلا وسهلا فيك من جديد، ضيفة دائمة طبعاً. كنا عم نشوف تقرير عن الورقة الانتخابية، برأيك الناخب صار ملم بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية؟ بدرجة جداً كبيرة، وهذا طبعاً بفضل الحملات التوعية اللي عم بتصير من قبل وزارة الداخلية ومن قبل المكنات الانتخابية كمان ومن قبل وسائل الإعلام والريبورتاجات عم نعملها. وكمان الشركات الاستطلاع كمان يلي عم تعمل شغله بهذا الموضوع. طيب لهلا نحن قطع مرحلتين من الانتخابات، مرحله المغتربين حكينا عنها، اليوم عندنا الموظفين، قد ايه عدد الموظفين المدعوين للانتخابات ونسبتهم؟ عددهم 14816 شخص، نسبتهم 0.4 من اجمالي الناخبين. نحن بنتوقع سنة الماضية، مش سنة الماضية، بالانتخابات الماضية كانت النسبة 82% اقتراعوا، نحن بنتوقع هيدا السنة تكون بحدود 90%. على كل باقي هلا 26 على السبعة بتقفل صندوق الاقتراع. يعني في توجه انه بحدود 13000 شخص هن اللي يقترعوا. طيب نحن فعليا بعد عنا يومين للنهار الكبير، رح نشتاق للانتخابات ولجو الانتخابات. اكيد. خلينا نعمل جوله انا وياك على زحله. زحله بالارقام، عندنا كنا عم نقول سبع مقاعد، مقعدين للروم الكاثوليك، عندنا ثمان مرشحين يعني اربعه لكل مقعد، خمسه لمقعد على الروم الارثوذكس، خمسه للمقعد السني، للمروني ايضا، للمقعد الشيعي وللارمن الارثوذكس. خلينا نروح انا وياك على عدد الناخبين. عندنا 175,000 ناخب. بالعاده بزحله كيف نسبه الاقتراع بالاستحقاق الماضي؟ الاستحقاق الماضي كان 59%. والله نسبه عاليه تعتبر. نسبه عاليه بين الدوائر. نسبه عاليه. هالسنه كمان متوقع نفس الشيء، يعني ممكن يطلع على كل. كمان الارقام التوزيع الطائفي متقاربه، يعني عندك عندنا 50 عندنا 45% مسلمين و55% مسيحيين. طبعا المسيحيين هون عم نحكي بيشملوا الارثوذكس والموالين والكاثوليك والارمن والانجليين والارمن، طبعا الارمن الكاثوليك والارثوذكس والاقليات. وعندنا السنه والشيعه 22% والشيعة هن 16%. من هيك. طيب اذا بدنا نروح على اللوائح، او قبل ما نروح على اللوائح، الحاصل الانتخابي بنرجع نحن عم نقول 105 ما رح نفيق ابدا. الحاصل الانتخابي اذا نحن كنا عم نحكي على 59%، الحاصل الانتخابي بيكون 14800، واذا كنا عم نحكي على 64% بيكون الحاصل الانتخابي 16000 ناخب. 16000 ناخب هذا الحاصل الاول.
طبعا هلا صرنا اكثر ديب بالمعركه، بلشنا نحكي عن المعركه باللوائح. حنا زحلة للكل، المدعو من تيار المستقبل وتيار الوطني الحر طبعا مكتملة. ضيفتنا هي المرشحة على هذه اللائحة. خلينا احكي هون، مازال عندنا صار اللائحة، خلينا احكي انا وياك. كنا عم نحكي عن التصويت، اهمية ان كيف يقترع المواطن. طبعا كل لائحة بتحمل لون بالبداية حسب اسمها، مهم انه نحط او اكس او صح. صح بالمربع، مش اي شيء ثاني بهمنا. ايه مش اي شيء ثاني، يعني ما في نرسم ورد ولا قلب ولا سمايلي فيس ولا شيء ابدا، لانه اكس او تشك او تشك انديد. وايضا حد الصوت التفضيلي، انا اليوم راح احط علامه اكس عند ماريا جان. انا ما بنتش بالزحله بس انما طبعا للشرح. اي علامه اخرى؟ طيب اذا حط للصوت التفضيلي وما حط هون لل الرائحه بتنحسب الصوت التفضيلي بينحسب، واذا حط بس بالرائحه من دون الصوت التفضيلي كمان بينحسب بس الرائحه من دون الصوت التفضيلي. طيب كنا عم نقول زحله للكل مدعومه من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، لائحه الكتله الشعبيه من الكتله الشعبيه، زحله الخيار والقرار من نقولها فتوش وحزب الله، زحله قضيتنا من القوات اللبنانيه والكتائب مزبوط، وكلنا وطني من المجتمع. هن في عنا سبع لوائح مكتملين، واثنين في رائحه ناقصه مرشح روم كاثوليك ثاني. عندنا خمس لوائح مش سبعه، خمس لوائح. خمس لوائح مزبوط. عندنا ثلاثة مكتملين، وعندنا رائحتين منهم مكتملين، واحدة عندها ست مرشحين وواحدة عندها خمس مرشحين. طيب وبيرجع بيصير يعني نحن مجموع 32 مرشح، والمنافسة هي كل 4.6 على ما عاد. بلشت تتغير شوي المعطيات، يعني خبريني كشركات استطلاع او مؤسسه جمعيه، ما بعرف شو بتسمى. نحن شركه استطلاع. كشركه انتم مثلا بيتغير عندكم مع تغيير الوقت؟ يعني بلشت تتغير الصوره بلا ما نفوت اكيد بالاحترام للقوانين اللي بهذا الموضوع، بس بلشت بيتغير. وانا كنت عم بسمع ضيفك اللي كان من شوي كمان، بضلوا حتى استراتيجيه تبعوهم كيف بدهم يتبعوها، بضل في عندهم بلان اي بلان بي، ممكن يتغير اشياء باخر ربع ساعة، هذا شيء واضح. يعني مثل شو يعني؟ بخطاب سياسي مثلا او حدث ايفنت معين بغير كل ممكن مسار ممكن المعركة. بخطاب سياسي، ممكن احد اللوائح لنقول تعلن استراتيجيتها يغير رائحة ثانية استراتيجية تبعوها، في كثير سيناريوهات ممكن انها تصير. يعني هيدا كل القرار بيصير اخر شيء. انا اذا بدي اجي اعطي مثل، مثلا كنا عم نحكي المره الماضيه عن بعلبك الهرمل، وكنا عم نقول انه في ست مقاعد شيعه، وممكن حزب الله يختار انه يركز بس على ست مقاعد شيعه ويترك اثنين وممكن اربع مقاعد. يعني هيدا كله خلال نهار الانتخاب. هذا المسار بيتوضح. بعد في شغله ما حكينا عنها دائما بنحكي عنها، الانفاق الانتخابي بزحله. ايه قد ايه؟ نرجع هون بنذكر عن كل ناخب بالقضاء 5000 ليره بيرجع 300 مليون ليره. هذا طبعا هون بدنا نذكر انه هذا الانفاق اللي عم نحكي عنه هو الانفاق المحدد والمسموح به قانونا لكل صح. مرشح في كل دائره، ويختلف صح. باختلاف الدائره صح. لكن عندنا كل مرشح بحق له ب 785 الف دولار، على 32 مرشح بيصير المجموع 25 مليون 132 ألف. هلا أنا بس بدي أرجع كمان نضيف شغلة، إنه ضروري جدا المقترعين اللي بدهم يروحوا بدهم يكون في معهم هوية أو جواز سفر صالح ليقدروا يروحوا. مش خالصة أوكي، صالح ليقدروا يروحوا. الهوية اللبنانية أو جواز سفر صالح، الباسبور اللبناني. أنا بدي أرجع عند ضيفتنا أيضا السيدة مالجان لأسألك. من يومين يعني أو بالأحرى أول امبارح احتفل اللبنانيين بعيد العمال، وصلت معاناة كبيرة بلبنان، وبطبيعة الحال زحلة أيضا جزء من هذا البلد، ومعاناة شباب لبنان أيضا تشمل هذه الدائرة. مثل كل الضيوف اللي بنسألهم، هل بيحملوا أي مشروع لهالشباب خصوصا موضوع البطالة؟ شو بتوعديهم بحال وصولك للمجلس؟ أولا بدي حيي كل العمال بلبنان وخاصة بمجال الزراعة،
لانه هن بالبقعه بشكلوا جزء كثير كبير، وبقول لهم انه انتم الاساس بالاضافه لكل العمال، بس انتم الاساس ونحن متكلين عليكم. اما بالنسبه للشق الثاني من سؤالك شربيل، اكيد ضمن برنامج تيار المستقبل رح يكون في خطه شامله متكامله وكامله للاهتمام بكل المجالات. ومن بعد مؤتمر سادر عندنا وعود بوظائف، وان شاء الله نقدر نأمن وظائف لعدد كبير من الشباب. يعني على امل، انا هون كمان بدي استغل فرصه لاقول لك انه 800,000 شاب وشابه لبنانيه سيصوتون للمره الاولى بهيدي الانتخابات النيابيه. في منهم بيترددوا، يمكن في منهم بيقولوا ما بدي انتخب، ما بغير. انت شابه وسيدة مناضلة بالعمل الاجتماعي والسياسي، شو بتقولي لهؤلاء الشباب؟ كيف تقنعيهم انه لا، لازم ينزلوا يقولوا شو بدهم ويعبروا عن ارادتهم؟ اللي لاحظته من خلال جولاتي انه هن اللي عم بيشجعون الاكبر منهم انه ينزل يصوت، واللي عمره تحت ال 21 كثير محرقص، حابب يكون جزء من هالقرار السياسي، من هالاستحقاق اللي نحن رح نوصل له نهار الاحد. وبكره بنشوف باقلام الابتراع انه نسبه الشباب اللي رح يتصوتوا رح تكون نسبه كثير عاليه. على كل حال هيدا شفناه، يعني كثار من الناخبين كانوا عم بيقولوا، من المرشحين عم بيقولوا انه الشباب هن اللي عمالي بيكونوا الحافز الاكبر لاهلهم للتصويت، خاصه وانه بيكون عندهم روح هيك التمرد وروح التغيير والحماس. نحن قبل ما نسالك الاسئله العشره الاخيره، انا هون بدي اسالك عن كيفيه تسميه لائحه زحله للكل، وعرفنا انه كان لك دور بهيدا الموضوع. مظبوط، خلال لقاءاتنا نحن ككتلة كلايحة زحلة للكل كنا عم نطرح الأسماء، وطرحت من زحلة ولكل لبنان، وبالآخر اتفقنا أنه نحط زحلة للكل وتوافقنا عليه. وهون بستفيد من هذا المنبر أنه وجه تحية لكل أعضاء اللي باللايحة زحلة للكل، وبتمنى لهم التوفيق ولكل المرشحين بالبقعة كمان. متابعة أيضا للأسئلة، في عنا 10 أسئلة بناخد فكرة فيهم أكثر عن توجهاتك وعن ماريجان كمرشحة. هدول الأسئلة أتمنى الإجابة عليهم بمع أو ضد. السؤال الأول، هل أنت مع إعادة النظر بقانون الانتخابات بالدورات المقبلة؟ نعم، أنا مع قانون. ما فيك تطلب من مرة بس تلتزم بنعم أو لا. صعبة بعرف، بس أنا مع أنه يكون في قانون عصري ومتماشي مع الفترة اللي عم نعيشها. طيب أنت مع تخفيض سن الاقتراع؟ أكيد نعم، الإنسان اللي بيحقله أو بينتسب للجيش وللدرك اللي هو مسؤول عن أمننا، أكيد له حق يكون عنده رأي سياسي بيأثر بلبنان. أنت مع اللامركزية الإدارية أم ضد؟ أنا مع اللامركزية الإدارية، أنا مع أنه يكون قرار كل منطقة لحالها، مع الحفاظ بالتواصل المباشر والدائم مع السلطات المركزية. أنت مع سياسة النائب النفس؟ سياسة النائب النفس، أنا مع سياسة النائب النفس، لأنه هيدي السياسة هي اللي سمحت للبنان يحافظ على موقعه ضمن الجوار اللي كان عم بيحترق. طيب انت مع الغاء الطائفيه السياسيه؟ اكيد مع الغاء الطائفيه السياسيه، لانه نهج الرئيس هو نهج عابر للطوائف، ولنلغي الطائفيه السياسيه يعني نعتبر لبنان اولا قبل كل شيء، وهيدا اساس لإلي. نهج الرئيس الحريري بطبيعه الحال نحن عم نحكي دوله الرئيس. نعم، بنكمل معك بالاسئله. انت مع الزواج المدني الاختياري؟ انا مع حريه الخيار، بس ضمن الحفاظ على القوانين والقيم الأخلاقية الموجودة بلبنان. المحارق لحل مشكلة النفايات؟ أنا مع دراسة الموضوع قبل الإجابة على هذا الموضوع، خاصة السلبية. نعم. هل أنت مع انخراط الطلاب بالعمل السياسي؟ أنا مع أنه الطلاب بيكونوا مركزين على درسهم، مع أنه يكون كمان عندهم توجه سياسي، لأنه هن أساس المجتمع. توجيه الطلاب نحو الاختصاصات المهنية، أنت مع أو ضد؟ أنا مع أنه يتوجهوا الطلاب نحو الاختصاصات المهنية حسب الحاجات المناطقية والزمنية. بالضبط، مثلا بالبقاع أكيد بحاجة. انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمية؟
أكيد لبنان بحاجة لخطة عالمية اقتصادية عالمية تسمح إنه يكون في تصدير واستيراد وتوزيع لمنتجاته المميزة بكل العالم. نحن للأسف وقتنا انتهى، كلمتك الأخيرة يلي بتوجهيها اليوم عبر تلفزيون مستقبل لناخبينك بالدرجة الأولى. أنا بقول لهم أنتوا الأساس، بتعهد لكم أن يكون أنا وضلني مثل ما أنا، ورح ضلني بزحلي، ما رح أترك زحلي لأنه هي ما بتتركني، هي بتضلها بقلبي. وبتمنى منكم نهار الأحد تكونوا كتار بمراكز الاقتراع، اسمي آخر اسم بالليحة، وبتمنى تكونوا كتار ونتلاقى فيكم بمراكز. نحن بنتمنى لك التوفيق ست ماري جان بيلازكشيان المرشحة عن المقعد الأرمني بدائرة البقاع الأولى، نشكر حضورك ونتمنى لك كل التوفيق. فاصل إعلاني وبينضم لنا المرشح عن المقعد الأرثوذكسي بدائرة البقاع الثانية البروفيسور غسان سكاف.